تعرفوا كيف الحين الذكاء الاصطناعي قاعد يساعد البشرية؟ الطلاب يحل لهم واجباتهم والموظفين يسوي لهم شغلهم، فقررت اني استخدم الذكاء الاصطناعي، فسألته انه يعطيني اشياء شبيهة بتجارب كونان بس في انميات ثانية، وليتني ما سألت، لان حرفيا طلعت لي اشياء عبارة عن احلام العصر. تعرفوا الرابط العجيب حق سبستون اللي يجيب لكم شيء مال امه دخل وشيء ثاني مال امه دخل وغصب يشبككم في بعض؟ بالضبط هذا اللي طلع لي. في واحدة من التجارب كاتب انها من اتاك اون تايتن، اني اجيب مارشميلو وباستخدام اعواد الخشب اسوي منه جدار، وهذا حيمثل جدار ماريا، واجيب قارورة مويه وأحساس المويه تمثل التايتن، وأجرب كم حيصمد الجدار قدام التايتن. أوي 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 أوي. ماتي ماتي. وطبعا حق تاكون تايتن هذه ما راح اجربها، لكن انتم شايفين المستوى فين واصل، فعشان كذا اليوم حنجرب تجارب الذكاء الاصطناعي. التجربة الاولى من انمي ماي هيرو اكاديميا، وعنوانها حلوى الجيلاتين الخارقه. يعني انا ما ادري من متى ماي هيرو اكاديميا يسوي حلويات، بس نمشي على كلامه. نحتاج جيلاتين، واي نوع عصير، انا جبت سنتوب وسنكولا، يعني تخيلوا يصير عندكم جامي بطعم السنتوب يقطع ام الفله، وسكر وقوالب طبعا عشان يسوي فيها الاشكال. بس اني حصلت اشياء مره رهيبه، توي ستوري وشركه المرعبين. انا طلعت في التلفزيون، وطبعا اخذتها من دايسو، تعرفوا دايسو سبونسر لحياتي. طيب اول شيء ناخذ 14 جرام من الجيلاتين، وطبعا ابشركم جبت ميزان عشان ما يصير كل شيء بالنظر. اوكي كذا 14 جرام جيلاتين، ونحتاج ربع كوب سنتوب، نحطهم في الطاوة ونخلطهم مع بعض. اوكي بضيف عليها نص كوب مويه، اللي كبت نصها برا بس يلا، والسكر، ونقلبهم. الحين اخليه تقريبا 5 دقائق لين ما يغلي شويه، بعدين اشيله. الحين حوزعه في القالب، كان المفروض اجيب قطاره واحطه كان اسهل، بس خلاص يلا. اوكي بعد ما عبيتهم كلهم راح احطها في الثلاجه، وراح اسوي حقه السنكولا نفس الشيء. حطيتها في الثلاجه بس اني طلعتها من اول، ابغى اشوف كيف حيكون قوامها في درجه حراره الغرفه. انا ما ادري ليش ما في احد اخترع القامي بالسنتوب الى الان، والله لو تطلع لذيذه حيطلع ارهب اختراع في التاريخ. اوكي اول شيء جيت بطلعها تقطعت سالب واحد، ماشي بس قوامها شويه خفيف كانها جيلي. اوكي عرفت ليش ما في احد اخترع القامي بالسنتوب الى الان. انا ما ادري اذا هي ما ضبطت معايا او الهوم ميد قمي هي كذا تصير في الاساس، لكن طعمها كانه جيلي. وهذا راس وودي، خلينا نجرب حقه السنكولا. مايك وزاوسكي بس وجهه مفقع شويه. هي نفس الشيء، هي فيها نكهه بس طعمها مره خفيف، ما ادري هل كان المفروض ازيد من العصير او لا، لكن يعني في الاساس هذه ايش دخلها في ماي هيرو اكاديميا؟ ما فهمت يعني اعطيها سمش يعني ولا ايش؟ نظرية تشات جي بي تي انه هذا القمي يعني ذا قوة كبيرة، فهمتوا؟ يعني زي ما هيرو اكاديميا كلهم عندهم اقوياء وهذا القمي فيه قوة، يعني انا ما اشوف اي قوة، قمي عادي، بس تعرفوا كيف الرابط العجيب. صراحة في البداية توقعت بينسبوا لذيك الشخصية اللي لونه بنفسجي، لانه هو شعره زي القمي كذا يلصق ما ادري شو وضعه، لكن طلع مبدا التشات جي بي تي شيء ثاني. التجربة الثانية من انمي دكتور ستون، عنوانها صناعة كريستال. دكتور ستون في الاساس في اشياء يصنعوها، لكن هذه انا ما اتذكر صراحة انها طلعت في الانمي، ما ادري يمكن قالها سينكو كمعلومة يعني، او انها من كيس التشات جي بي تي. طيب هي يعني انه باستخدام الملح والمويه نقدر نسوي كريستال. يقول التشات جي بي تي لو جبنا مويه حاره وحطينا فيها ملح لين ما تتشبع، يعني ما عاد يصير في امكانيه اني اذوب ملح زياده فيها، بعدين اجيب خيط وقلم واثبت الخيط على القلم واخليه كده على المويه، راح يتجمع عليها كريستالات. شفت ناس يسووها في اليوتيوب بس مو بملح، باشياء ثانيه يعني، بس ما ادري هل بالملح بس راح يضبط، نجرب ليش لا. اوكي كذا تقريبا تشبعت، في كميه من الملح تجمعت تحت وما بتذوب. الحين بجيب القلم وبربط فيه خيط. اوكي وبثبت القلم على الكاسه كذا، خلي الخيط كذا، بس هو ما ادري كل شويه قاعد يطفو، شكله يحسب البحر الميت. بس راح اخليه، والمفروض تجمع حوله زي الكريستالات. مر عليها تقريبا 4 ايام، لو اني ما ادري انه هذا ملح كان قلت انها مستعمرات بكتيريا. بس الجزء العلوي من الخيط اللي يتجمع عليه هذه الكريستالات اللي تحت مره شويه، وانا اقلبها المويه اللي بالملح تكبت برا، فتكونت هذه الكريستالات على قولهم بعد برا الكاسه. الشكل مره عشوائي، في فجاه في طرف الكاسه في من تحت الظهر بعد تجمع وعلى سطح المويه، وما هو جامد بشكل كامل، على طول يطيح. غالبا لو خليتها زياده راح يزيد، واتوقع الخيط راح يتجمع عليه اكثر، بس اتوقع يعني وصلت الفكره. التجربة الثالثة من أنمي ون بيس، عنوانها قوة فاكهة الشيطان. هذه التجربة راح تخلينا نمتلك أحد قوى فواكه الشيطان، اللي هي قوة الكهرباء شبيهة بفاكهة الجورو جورو نومي حقت هذاك اللي ما أعرف اسمه، إينيرو ما أدري وش. المهم طيب، ويقول تشات جي بي تي عشان نمتلك قوة الكهرباء من فاكهة الشيطان نحتاج بالونة وأي جسم وزنه خفيف، راح استخدم منديل. بس
المهم يعني حسوي اللي قالوا عليه. طيب ناخذ البالونة ونفركها في شعرنا أو ملابسنا يعني، وبكذا صار عندنا قوة فاكهة الكهرباء. والله يا جماعة وش أسوي، هذا كلام الشات جي بي تي. الحين هذه صارت قوة فاكهة الشيطان الحقيقة. حقون ون بيس أول ما سمعوا امتلاك قوة فاكهة الشيطان كذا عدلوا جلستهم، لما شافوا التجربة رجعوا نسلح مرة ثانية. المهم خلينا نسلك الشات جي بي تي ونشوف اللي بعده. وي. التجربة الرابعة من أنمي ديث نوت. عنوان التجربة كتابة رسالة مخفية. شوفوا هذه التجربة قد جربتها قبل كذا في الجزء الثالث من تجارب كونان، اللي هي كتابة رسالة مخفية بالليمون. لكن الشات جي بي تي أعطاني نقطة مرة حلوة هنا، إنه بدل ما استخدم الولاعة عشان يظهر الكلام استخدم الكواية. فأنا بستخدم الاسترايتر لأنه نفس فكرة الكواية وأسهل. الولاعة كانت تأخذ شوية وقت طويل واحتمال كبير إنه الورقة تنحرق. فخلينا نشوف الاسترايتر إيش النتيجة اللي يعطيها. طيب عشان نسوي الرسالة المخفية نحتاج ليمون وأي شيء للكتابة، حستخدم العود، ورقة والاسترايتر. راح أشغله على حرارة واطية وخليه على جنب ونبدأ نكتب رسالتنا الخفية. أوكي بخليها تنشف بعدين بجرب. ما صار شيء. رفعت الحرارة إلى أعلى شيء وكأنها يعني بدأت توضح. أوكي جاهزين تشوفوا الرسالة السرية؟ علاوي حبيب قلبي أبو حسين. في الولاعة الكلام كان واضح أكثر، اللون كان أغمق. تقريبا أخذت نفس الوقت، أنا توقعت إن بالستريتر بتكون أسرع. يعني جاء على بالي إني بس بسوي كذا مسحة واحدة وبيظهر الكلام على طول، لكن أخذ وقت طويل وأنا حطته على أعلى حرارة. المهم يعني شوفوا أنا ما أتذكر إنه هذه طلعت في ديث نوت، لكن anyway الأنمي كان فيه بعض الأشياء يسووها عشان يبعد الشبهات عنهم، زي لما اللايت خبى ديث نوت في درج سري. فيعني نمشيها للشات جي بي تي ونروح للي بعده. التجربة الخامسة من أنمي ناروتو. هذه المرة أنا اللي أول ما قريت ناروتو كذا عدلت جلستي. عنوان التجربة الراسينجان المائي. هذه أحد طرق إكمال طريقي في نينجا. أخيراً راح نتعلم الراسينجان. طيب ويقول الشات جي بي تي عشان نسوي راسينجان مائي نحتاج قارورتين موية، واحدة مليانة واحدة فاضية، ولصق وجليتر. يعني خيبة الأمل أتوقع واضحة من البداية. المهم نجيب الأغطية ونلصقهم في بعض. أوكي الحين بفتح فتحة في النص من الجهتين. أتوقع كذا كفاية. الحين نجيب مرش قطع ملون. المهم الحين نجيب مرش قطع ملون ونحطه في القارورة اللي فيها مويه. المهم الحين نجيب مرش قطع ملون ونحطه في القارورة اللي فيها مويه. اوكي بغض النظر انه مرش القطع الملون اتجمع كله فوق، ابغى اخلطه، بس المشكلة اني فتحت هذه العلبة اوريدي فاتوقع انه راح يتكب. بس نجرب. يلا نجيب القارورة الثانية ونقفلها على الأولى واللصق اتفك. هرجع لصقه مرة ثانية أو يمكن أغريه، المهم بشوف له صفة وبرجع له. في النهاية غريتها بغرة المسدس ويعني تقريبا شوية مثابت، بس يلا نمشيها أهم شيء نسوي الراسينجان هذه. أوكي جاهزين تشوفوا الراسينجان المائي اللي حتى في أنمي ناروتو ما طلع. نقلبها ونحركها كذا أساس أنها تورنيدو. طيب بعدين مفروض تنزل ماي تحت بعدين. اوكي شكله لما صمغتها انقفلت الفتحة اللي تحتها. حلو حلو. اوكي الحين المفروض انها تضبط. نجرب يلا 1 2 3. يا ليل يا ليل ما في فايدة. شكلها من كثر المرش قطع ملونة تسكرت الفتحة اللي فتحتها. اوكي الحين محاولة المليون. شايفين التورنيدو اللي صاير هنا؟ اوكي كانها برادة مويه مو تورنيدو. بحط لكم فيديو كيف المفروض يكون شكلها في الاساس، يعني بدل الفشل اللي طلع معايا هنا. وطبعا يعني على كلام الشات جي بي تي بهذه نقدر نسوي الراسينجن الماء اللي حتى ناروتو ما سواه في الانمي. طيب والتجربه السادسه والاخيره من انمي جوجو كيميونا بوكن، اللي هي حلقة رقم 10 من الجزء الأول. طيب وعنوان التجربة مدفع الكولا. فهذه الحلقة فعلا جوجو سوى زي مدفع الكولا، بس انه استخدم القوة اللي عنده حقة الستاندو. لكن يقول الشات جي بي تي انه نقدر يكون عندنا نفس قوة الستاندو حق جوجو ونسوي مدفع الكولا. طريقة مرة بسيطة واتوقع كلكم تعرفوها. نحتاج شيئين بس اللي هم كولا ومنتوس. الحين قوة الستاندو محولها الكولا ومنتوس يا تشات جي بي تي، حرام عليك الحقيقة. شوف انا ما راح اجربها لان اتوقع كلنا نعرف ايش حيصير اذا حطينا المنتوس مع الكولا.
لكن جبتها عشان أوريكم كيف تطلقوا الستاندول في داخلكم. ياري دازي. اليوم اللي حينزل فيه هذا الفيديو وصلني درع 100,000. لازم طبعا نسوي أنبوكسينج. اللحظة المنتظرة. 1 2 3. الورقة المعتادة، أتوقع أنكم سمعتوها مليون مرة بكل اللغات، فنسويها سكيب. وهنا نجي على الشغل الثقيل. شوف الفخامة. اللحظة التي انتظرناها من 3 سنوات. طبعا هذه هي الخطوة الأولى للمليون.